يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الاثنين طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية. فيما يلي مشاهدينا بيان درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر، نبدأها بالقاهرة العظمى فيها 34، الصرافية 26، الإسكندرية 32، 24، مطروح 31، 23، بورسعيد 32، 26، الإسماعيلية 35، 24، أما محافظة السويس العظمى فيها 34، الصغرى فيها 25، العريش 33، 23، طابة 34، 26، شرم الشيخ 37، 28، الغردقة 38، 29، محافظة الأقصر العظمى فيها 39، الصغرى فيها 25، أسوان 40، 28، الوادي الجديد 39، 25، حلايب 35، 29، أخيرا محافظة شلاتين العظمى فيها 39 والصغرى فيها 28. لن نستعرض وإياكم درجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية، نتابع.